أمثلة الاستغفار كثيرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله فقط، اللهم أنت ربي يا أخي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، سيد الاستغفار. لو تقولها الآن فتموت قبل طلوع الشمس وجبت لك الجنة يا أخي، تطمئن من النوم ولا لا؟ وإذا قلتها في النهار ومت قبل غروب الشمس وجبت لك الجنة، بشرط أن تقولها موقنا من قلبك كما ورد في حديث الصحيح، موقنا يا أخي الله غفور يا مسلم، من رحمة الله أن ذنوبنا لربما هي التي تدخلنا الجنة يا شيخ، النار لا الجنة، تأكد؟ متأكد والله، يعني ذنوب 40 سنة أنا أعصي كبائر وصغائر وبعد ذلك أدخل الجنة لأني كنت مذنب؟ نعم، لأنك تبت بعد الذنب واستغفرت بعد الذنب، فجعل الله ذنوب السنوات الطوال حسنات. رب غفور يا شيخ، رب كريم، ومن رحمته إذا استغفرت أجلى عن قلبك الهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله غيره يا شيخ، والله من خلا بالله فسيتنقل بين استغفارة وتسبيح وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة قرآن، تجده في أنس لا يقطعه. يا شيخ اقعد معنا سولف معنا نقطع الحديث، يا شيخ نعطيك 5 دقائق 10، لكن العمر قصير. ثم إننا جميعا أحبابي نشعر أننا إذا ضعفت صلاتنا وتسبيحنا والله إننا نشعر بتلوم الحياة علينا، أنا أتكلم عن نفسي والله، من يوم تضعف تسبيح استغفار صلاة أن الإنسان يبدأ يخاف من كل شيء ومهموم من كل شيء، والحزن والغضب هي جلاء القلوب ذكر الله، إن القلوب لتصدع ألا وإن جلاءها ذكر الله.